مأساة قطار حسين داي. فريق الشروق تحقق، يخترق الحواجز الأمنية والطبية ويصل إلى العلبة السوداء. سائق القطار يزونا مبريك ولا جهل، بس كحنا رانا أونتات وحنا رانا قاسي. ما هي حقيقة الكارثة؟ وين صرا الحادث؟ تاع حسين داي إيزون إيتي سيزي هاوليك بلي لو كاري 401 ياك فيه خلل. مباشرة بعد الحادث المميت اللي وقع فيه على مستوى محطة حسين داي، قامت الإدارة للأسف بعملية استعجالية لإصلاح بعض الإشارات. ما هو رأي إدارة السكك الحديدية في أسرار التحقيق؟ ما هو السبب السرعة هذيك في اللحظة هذيك؟ الشروق تحقق، وصلت إلى أسرار مثيرة حول كارثة قطار حسين داي. هذا المكان وبالضبط يوم الأربعاء 5 نوفمبر، القطار رقم 33 المتوجه من محطة الجزائر إلى محطة الثنية انحرف في هذا المكان مخلفا مقتل امرأة وجرح العشرات. كلام كثير قيل حول ظروف الحادث، وهو ما سنحاول أن نكشفه لكم حصريا في هذا التحقيق. تابعوا معنا. الخامس من نوفمبر 2014، انقلاب قطار متوجه من العاصمة إلى الثنية بمحطة حسين داي. حادثة أليمة خلفت مقتل أستاذة جامعية وحوالي 100 جريح. حادثة كان لابد منها حتى ينكشف المستور الذي تختبئ وراءه حالة المؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. محطتنا الأولى لمعرفة الحقيقة كانت المسؤول الأول للمؤسسة الوطنية للسكك الحديدية، والذي عين قبل أشهر قليلة فقط. اسكو كان مشكل في 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 في, في الشبكة؟ اسكو كان مشكل في 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 لا سينياليزاسيون؟ اسكو يان بروبليم او نيفو دو ميكانيسيان؟ اسكو يان بروبليم او نيفو دو ليغوياج؟ يعني كانت عدة عوامل اللي تقدر تؤدينا الى سرعه هذه السرعه هذه في المنطقه هذه. لحد الان الاعمال راهي قائمه، هنالك لجنه مخصصه بالبلانكيت، ان شاء الله في الايام القريبه ils vont finaliser un petit peu les conclusions de l'enquête et on saura exactement ce qui s'est passé au moment du drame. الاسباب ما نقدروش لحد الان لحد الساعه ما نقدروش نقولوا المسؤوليه راهي في الشخص الفلاني ولا الشخص الفلاني، لسبب وحيد الا وهو العنصر اللي تمكننا باش نتاكدوا منه في يوم الحادث الا وهو السرعه. السرعه كانت سجلتها العلبه السوداء حوالي 108 كيلومتر فوق الخط المنحرف، وهو كان يسير بهذه السرعة في المنطقة وين انحرف القطار، والسرعة ما لازم تكون 30 كيلومتر في الساعة. انطلاق لونكات من 108، خلينا نفرق منها، كانت 108 كانت 108 سي بون، ماتنو 108 فيها موراها عدة عوامل اللي تؤدي ل 108، رانا نحوسوا عليهم وهذه يستغرق وقت، لازم نهضروا مع، ما نقدروش نحكم على الميكانيسيان وانا ما هضرتش معاه. كاين عناصر يعني كاين ليغوياج كاين سينياليزاسيون. نهضر معاهم بكل، هذا انا نستنوا فيه شافيه ربي ان شاء الله يخرج من المستشفى باش تولي عندنا قدره نسالوه يا اخي واش 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 شفت واش صرا لك هذاك النهار، ما نقدروش نحكموا على انسان وحنا ما سقسيناش. أصابع الاتهام فور وقوع الحادثة توجهت نحو سائق القطار، وبدأ المسؤولون ووسائل الإعلام تتحدث عن الخطأ البشري وهو الإفراط في السرعة. لي غادتني بزاف يعني مام الأسرة، يعني بعض القناة اللي صرحوا باللي يعني
مازال ما تحقيق مازال ما بداش، كان في سرعه وما فهمتش انا من جابوا هذا الخبر هذايا على هذيك اللي محسوب يعني امام الوالده والشيخ تاثروا من هذا الشيء هذايا. يعني ما واش تحب نقول لك يا اخي، واش تحب خاصه يعني باش المشاهدين يعرف انت ايضا يعني ما راكش بعيد على السكك الحديديه. وانا يعني باش نقول يعني ماني ثاني راني مسكك الحديديه، تاثرت بهذا الكلام اللي من بعض من الناس اللي ما على بالهمش في هذا الميدان، الميدان هذا كاع ما على بالهمش، ناس تهدر برك ولا ربي يسمحهم. نتحدى الجميع الناس اللي اشباه الاداريين اللي قاموا سبقوا الحدث وقاموا بتصريحات اعلاميه يعني غابوا، نتحداهم غابوا على جلسة المفاوضات، منهم مدير المنشآت القاعدية سيد عبد الوهاب أكتوش نتحداه ونتحمل المسؤولية الأدبية والأخلاقية والنقابية تاعي، وسيد تصديت مراد مدير المركزي لأمن سير القطارات. يعني في الصحافة هضروا واش حبوا وكأن شما نتفرجنا، وفي جلسة المفاوضات يعني ما كان غير المدير العام ومدير العتاد والمدير الجهوي، حنا نتحداهم يعني ما يكذبوش على الناس. وتساءل ضيف الشروق وزير النقل عمار غول عن الهدف من وراء الحملة الشرسة التي تعرض لها قطاعه، وقال من سنة 2008 إلى غاية 2014 سجلنا نقصا في حوادث انحراف القطارات بنسبة 20%، بينما سجل في نفس الفترة تقلص في اصطدام القطارات بنسبة 57%. وأضاف كل الأرقام واضحة، لكن الغريب في الأمر هو التهويل والتضخيم لمثل هكذا حوادث. ففي نفس الأسبوع الذي انحرف قطار بالعاصمة شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل حادثاً مماثلاً، وسجل اصطدام قطارين بكندا لكن لا أحد تحدث. هذا ما يدفعنا إلى طرح علامة استفهام والتساؤل، فلماذا نتناسى ما يحدث ونضخم كل ما يجري في الجزائر؟ طبعا يعني المشكلة الرئيسية هو صراحة حادث كما هذا، علاش الناس تتسرع باش تقول نيمبورت كوا؟ احنا كاين جهات معنيه، كاين دي كوميسيون ديزيني اوفيسيالمون هما اللي عندهم الاهليه باش يقوموا بالتحقيق في المشروع. باش تقول انت الميكانيسيان هو اللي فوتيف، سي فري لانفورماسيون اللي عندنا اليوم انه السرعه كانت مرتفعه، لكن ما نقدروش نقولوا ان الميكانيسيان كان ديريكتوم هو الفوتيف. لازم السؤال اللي نطرحوه لنفسنا، علاه سائق القطار كان بالسرعه هذيك؟ إلا كان إلا لونكات ديمونطرات باللي هو اللي كان فوتيف، نقولوا هو كان فوتيف. إلا كانت انفو تقدر تكون في ليكوياج، تقدر تكون في لافوت في لاسينياليزاسيون، تقدر تكون في لافوت في الماتيريال في العدد حد ذاته. وهذو العناصر هذه التحقيق، كاين الناس اللي تسارعت تقول ميكانيسيان وهذو داروا لنا فوضى. صحفيين يهضروا حاجه اللي ما على بالهمش، لازم يدخلوا بروفوندي، ماشي سائق القطار، سائق القطار هذا راه مرمي في السبيطار، هادو خموا عليه. أو ماشي هكذا سائق القطار، سائق القطار، سائق القطار، تسمى هذه تضحيه، شوفوا هو ميكانيسيان اذبح، تسمى هذاك وصابوا ميكانيسيان اذبح. محمد شو ما تفر فيها دوز مي شومينو، كل واحد يبرون لا ريسبونسابيلي تاعي من تحت الفوق، ما كانش هذيك تاع هذا، أو كل شاك انسيدون على بالك حنا انسيدون، ترى انسيدون واش يبعثك في سيت سيكيريتي، يشوف كلا تشوف مليح، يشوف هذه لونكات، هذه تسمى لا بيرسون تشوف فيها تسمى انا ما نشوفش مليح، ها. كل ما ترانسيدون راه فيزيت ميديكال، واش هذا؟ سي انورمال خو، والله غير سي انورمال. اليوم هو 15 من نوفمبر. عشرة أيام بعد الكارثة. لا يزال سائق القطار متوارعا الأنظار. السائق الذي لا يزال مجهولا عند الجزائريين بل حتى عند مصالح الأمن ومدير مؤسسته. وصل إليه فريق الشروق تحقق بطريقته الخاصة. إنه العلبة السوداء لأسوأ ثاني حادث قطارات في تاريخ البلاد بعد كارثة قورسو في 2011. إنه أيضاً الحلقة المفقودة في التحقيق،
وهو الذي كان شهيدا على اللحظات الأخيرة قبل الكارثة. هنا شهادته المروعة. على كل حال كان كلش نورمال. بديت دي ديبارتي من ألجي نورمال، درت لي زاري تاعي نورمال، لحقت لي زاتولي، زدت ماركيت لاري تاعي، لي فواياجور طلعوا دي ماليت، أني نمشي. البرومي سينيال كان افيرتيسمون. على كل حال يعني راك تسوق وبان لك لو سينيال، لو سينيال افيرتيسمون نورمال. نقصت من السرعة تاعي، جي ريديو لا فيتاس، ومن بعد قابلني لو سينيال دونطري تاع محطة حسين داي تاع لاكار دو لوسان دي افيرتيسمون. جي ريبري لا مارش تاعي نورمال. يعني باش يفهم برك مشاهدو، انت نقصت لا فيتاس ومن بعد ريبري لا مارش، واش صرا؟ اسكو فلي نورم، يعني اسكو راك باسكو تيك سي نورمال. تكنيكمون يقول لك لافيرتيسمون انديكي لك ان سينيال داري، تما شغل داتر ميجور دو ميجور دو ساريتي افون كاري سيمافور سور شكين نوط. انا كل حسيت تكنيك. على كل حال انا ديك ابورديت لو سينيال دون طري افيرتيسمون، جي ريبري لا مارش تاعي نورمال، باسكو تيسمح لي القانون نكمل السير تاعي في ظروف عاديه. حتى لحقنا ليغوي ليغوي دونطري هذيك، حتى لقيت روحي ديرايت. واش كان الخير هناك؟ بوركوا لقيت روحك ديرايت؟ يعني هي الله اعلم، هي الله اعلم. هذيك ليغوي هذيك عندها دي زانتيسيدون. على كل حال لو سينيال هذاك كي يحب يدير لك فوا فوا دي في نورمالمون يشعل لك لي سينيو تاع فوا دي في، يدير لك رابال دي 30 بون رونتيسمون بليس رابال، يعني يقول لك نقص لا فيتاس. ينقص لا فيتاس لي يسهل تسمح بها باش يكون المرور تاع القطار في حاله جيده. هذاك النهار مالوريزمون بون. على كل حال صرات اربع خطرات. على كل حال في نفس المكان، في نفس المكان صرات من قبل. دوك نفهمك، هذاك النهار ما شعلش ديفييت 108 كيلومتر على فداك الوقت، ما كنتش فوتيف، يعني كنت في القانون اللي يسمح لك حتى 120 كيلومتر. 120 كيلومتر باسكو ترا يمشي بديليت باركور، عندك الوقت. لو كان انا ما نمشيش في وقتي يحاسبوني. ترا يمشي كي تروح تشوف انت يا فداك تاع الترانات وين اللي قرب كلش بالوقت، وترا يمشي بالوقت. ولا فيتاس هذيك كنت نقدر نمشي حتى 120. وحنا عندنا لي روبر كيفاش نفريني وكيفاش ندخلوا لاكار. هذه هي 108 سيتي نورمال. إذن انطلق القطار من محطة آغا على الساعة 7:58 ليتوقف بمحطة الورشات ببلكور في 8:01، ثم يستأنف رحلته بعد دقيقة من التوقف التجاري ليصل عند المربع 401 في 8:05 وينقلب عند هذه النقطة. محطة حسين داي وبالضبط المربع 401. لمن لا يعرف هذه الحقيقة، فإن هذا الموقع شهد قبل كارثة الأسبوع الماضي 4 انحرافات لم يتطرق إليها الإعلام أبداً، وأبقتها مؤسسة السكك الحديدية طي الكتمان، لكن الانحراف الخامس كان قاتلا. ميسوم محمد، زرايب ياسين وأسماء أخرى كلها تجنبت الكارثة نفسها وفي المكان نفسه وفي نفس الظروف. والأخطر من ذلك، تم إعلام المصالح المعنية وإشعارها بضرورة إيجاد حل لتجنب الكارثة، ولكن لا حياة لمن تنادي.
كايساي قطار جي اسيري مونترا هاد التران هذايا رقم 59 ديماري من لاكار دالجي عزوج غير 10 تما كالعاده ماركينا لاري في اغا في محطه اغا ومحطه لي زاتولي الحما ومع عندنا جينا داخلين لوساندي داخلين لوساندي تما لو بانو افونسي ايتي افيرتيسمون تما كان ينبه لي باللي اني داخل لاكار هذا لافيرتيسمون ينديكي لاري افون سينيال تما السينيال تاع لاكار سواء نلقاوه مغلوق سواء انا مع الدخله تاع لاكار سبت السينيال افيرتيسمون تما ما عنديش باش رالونتي تما ندخل لاكار نورمال ماركي لاري حتى استروحي بعثني فوا دي في تما بعثني سو فوا دي في بلا ما يشعل لي ان رابيل دو 30 لاكار تاع لوساندي لو دوزيام سينيال لو دوزيام سينيال تما لاكار كاري دوندري تاع لوساندي التران تقلب هايدايا جور ما تقلبش طاح بيبري هايدايا جور اخر سترها ربي تما ضربت لي ارجونس حبس جيجي سترها ربي يا با يو دي بليسي غراف ناس خرجت هايدا نفضت كدايا الحمد لله ما كاين والو شحال كنت سرعه في داك افون ما تلحق الدوزيام سينيال قبل ما ندخل الاخر نقول لك احنا شوف احنا كي نخدموا 120 تحبس تحبس لاري تاعك نورمال الدخله تاع لوساندي تدخلها 120 صادي بوليسينيو كيفا واش تما الاشارات واش كيفا تلقاهم كانت الاشارات تما روح 120 جوز 120 فهمت ما كانش هذيك تاع يقول لك تدخل لاكار تدخل 120 طابور ديال الكي تاعك 30 طالور تمارك لاري تاعك نورمال حاجه ما ديرونجيك من الاداره ما عندهم لي رابور تاعنا هم على بالهم وني با قال ان ميكانيسيان ولا دو ميكانيسيان وني 5 تما دي سانسيدون دي صرات صافي لا 5 فوا لا 6 فوا شوف استرها ربي ما مالين اللي مات ربي يرحمها والناس اللي هم بليسي ربي يجيب لهم شفاء بصح الناس راهي داخله بيان سور الناس راهي داخله عليها سائق القطار سائق القطار تما هذا سائق القطار جو ما بوكيميسير تما باش يذبحوه سي ان نورمال كان عندي با دانتران لاكار دالجي 17 اور بيل بون جي بري مون ديبار افيك ان سينيال ديبار نورمال افون لاريفي على لاكار دو حسين داي على بالك حنا نمشيو باشاره المرور هما بون سينيال افونسي هذاك كيفاش قلت الاشاره السابقه نذرتني بلي عندك افيرتيسمون بلي تلقى السينيال بروشين تلقاها مغلوق ولا مفتوح تقدر تدخل قبل ما نلحق السينيال هذاك جي بي سي لا فيتاس تاعي ومن بعد دي كي جي في هذاك السينيال صبتو مشعل لافيرتيسمون لو دوزيام سينيال تاع لا رونتري دو كار بور ما يقول لي بلي سينيال بروشان سينيال سي بو فيرمي تما نجم ندخل لاكار نورمال افيك اون فيتاس تقدر تلحق حتى 120 لور نورمال ودخلت كانت لا فيتاس تاعي جو كوا كانت 109 شفت سينيال نورمال افيك تيسمون خزرت لي كوي بانت لي فوا دي في راح سي فوا دي في تاع 30 لور انحراف تاع فوا دي في تاع 30 لور اما ضربت لي جونس قدر ربي الحمد لله سلكت خرج السلامات حبس لا ليرجونس يعني اونتر واش كان تنديكي ليغوي و اونتر لو سينيال هذاك سيتي كونتراديكتوار نورمالمون ينديكي لي سينيال اللي يفتح لي دو في جون اون فيرتيكال هكذا يبين لي بلي راني داخل سو فوا دي في سينا هذاك ما كانش شاعل كان ايتا بوغ مو سينيال نورمال مي لا ديفياسيون تلقي تروحي راح سو فوا دي في ما ومن بعد جوست ابري يعني سيمو فوز في ان رابور يعني سي نورمال باش تاخذ اجراءات باش نتفاداو هذه الحوادث درت رابور ديالي راه موجود وراه عند الاداره واحد دفعته للسنديكا للسنديكاليس واحد في الاداره واحد عندي مخبي عندي كاين خلل في الاشارات مانيش عارف فيهم ديماس ولا الاقدميه تاعهم ولا فهمت هذه هي كاين خلل في الاشارات يعني ماشي قضيه تسمى الحمد لله سير خرج السلامات مسعى شنو ما على باليش انا لا نيغليجونس تقدر تقول لا نيغليجونس في الخدمه هذه هي ما كان الحادث مالوروزمون صراو فيه نفس الحوادث سيميليتود في نفس الكاري وربي كان ستار لو كاري 401 بالشهاده تاع لي كوليغ بالشهاده تاع لي زاجون تاع لاكار و وما يشبه ذلك بلي تيلي شارجومو وما يشبه ذلك دائما نفس السبب يعني الحادث نفس السبب دركا ننكلميني واحد ننكلميني زوج ننكلميني ثلاثه ننكلميني اربعه ما لا سي غراف
دونك هنا كاين خلل كبير في سائقي القطار. اما دوك نقول المسافرين ما تركبوش معنا يا ناس، رانا خاطر عليكم. في المكان كنعرف عده حوادث ربما تجنبنا الكارثه، ولكن هذه المره وقعت كارثه وما كانتش خطر كبيره. ما نشوف قضيه المشروع تجديد واعاده تهيئه لابوليدالجي الصيانه هذه من المهام تاعنا الرسميه هو الصيانه. ما نقدروش نستغلوا قطار بلا ما تكون عندنا صيانه. كاينه متابعه يوميه لكل الخطوط. يقدر يكون اون انسيفيزونس كلكو بار، مي احنا نباشروا فيها لتصليحها رابيدمون. نون ني بارفي، عندنا نوز انسيفيزونس اللي رانا نعالجوا فيهم، باسكو ما تنساش الخبره نقصت في السكه الحديديه، كانت في السياسات الفارطه، كانت الناس تروح اون ريتريت، اون ا بيردو دي جون كي اون لو سافوار فير. تساؤلات كثيره تطرح حول امن وسلامه شبكه السكك الحديديه، فترى اين يكمن الخلل؟ دونك لي زانستالاسيون دو سيكوريتي راهم مشكوك فيهم في بعض الاحيان، وصراو حوادث. ياك نعطيك مثالا، ديرايا نوطوراي في ودرهيو، ما نعرف نقول لك وقيلا 4 سنين 5 سنين الله اعلم. الميكانيسا اللي كان يسوق نوطوراي تاع وهرن قال لهم يا ودي السينيال كان فوليبر، قالوا له لا كان افيرتيسمون فوليبر افيرتيسمون فوليبر افيرتيسمون. نهار اللي راحوا عاودوا فتحوا السينيال لقاوه فوليبر، والله يقويد دخل شي 30 طالور. صارت حادثه في بوست 3، سينيال تفتح له والماشينه باه تدخل الديبول قالت روحها فوا 2، هاد السينيال كيف تفتح. صارت حادثه واحده اخرى في اغا، قطار جاي تفتح له افيرتيسمون دخل لاكار، والتران اللي كان في لاكار مازال ما خرج من لاكار. معناتها صراو حوادث اللي نورمالمون هذه اشاره لبعض المسؤولين بلي كاين اعلامهم، يعني المسؤولين لا كما تاع وين صرا الحادث تاع حسين داي ايزون ايتي سيزي هاوليك ايزون ايتي سيزي بلي لو كاري 401 ياك فيه خلل وخلل خطير. دوك وعلاش ما خدوهش بعين الاعتبار ولا خدوه بعين الاعتبار؟ انا كسائق قطار ما نقدرش ريبوندي لك. كل واحد يريبوندي قيس المستوى تاعو والمعرفه تاعو ولا فونكسيون ديالو. دونك من ديسمبر الى يومنا هذا ولي دوكيومون سون لا بور لو تيمونيي، اون ا مي ا لا ديسبوزيسيون دي زونكيتور، اون ا مي ان بلان داكسيون بارابور سينيالمون. هذا لي كاتر سينيالمون، لي كاتر سينيالمون ماهوش في عام، راهو في ديزاني وكاين دي سينيالمون ماهيش يوميه. دونك ا شاك فوا نهبطوا للميدان ونصلحوا العطب. لو سينيالمون لو بلو ريسون، حنا في المو ديسمبر ديجا لو طون دونجاجي اون انتربريز، قمنا بتغيير الخط رقم 1، الخط رقم 2، الخط رقم 3، لاباري دو فوا 401 402 402 4 اباري دو فوا سي لو ديسبوزيتيف كي بيرمي لو تران ا شانجي دو ديستيناسيون دو ديتينيرال. Donc on les a tous remplacés. Même la signalisation, il y avait dans le passé la signalisation où il y a des lampes de l'homme. Signalisation des lampes de l'homme. Tu as réellement le LED. Donc maintenant le LED c'est une nouvelle technologie. On a acheté les LED et on est en train de les remplacer. C'est-à-dire le LED, à n'importe quel moment de la journée, le conducteur de train peut voir le signal à des distances importantes. باش نروحوا للمشاهد، يعني تم تغييرهم مباشره بعد ما حققتكم التقارير. يعني تحققنا التقارير دونك، وشفنا باللي كاين امور لازم نصلحها من واجبنا نصلحها، قمنا بتصليحها وتغييرها وغيرنا لي لومب، لكن مازال ما ملحقناش 100%. حسين دي خلصناه، يعني بدلنا لي لومب. الى حد الساعه يعتقد الجزائريون ان يونس السائق هو المسؤول الأول غير الواعي بحياة المسافرين الذين كان يقلهم، إلا أن خلال التحقيق ظهر لنا عنصر مهم للغاية. ماذا لو كانت الإشارات سبباً في انحراف القطار؟ On parle d'une défaillance technique au niveau de la signalisation. Est-ce que يعني تقدر تكون سبب في الحادث؟ تقدر تكون سبب، لكن في الحالة هذه بالذات، لانه كي تكون لا سينياليزاسيون، حنا القانون تاعنا في الشركه النقل بالسكك الحديديه اللي ما يسرى يقدر ربي حادث من هذا النوع،
اول حاجه نروحوا نباشروا بمعاينتها لا سينياليزاسيون لا فوا اي ليغوياج. يعني في اللحظه هذيك يعني نص ساعه ساعه من بعد كاين اشخاص معينين يروحوا عندهم واش لازم يقوموا بالمعاينات الاوليه يبرن تو لي زانديس يل ميزور لا فوا. علاه؟ باسكو في اللحظه هذيك يقدر يكون امور اللي لو كان من بشروش في اخذها بعين الاعتبار من بعد مع الوقت ما نصيبوهاش. دونك في اللحظه هذيك احنا لورغانيزاسيون تاعنا هي رابيدمون انستانتانيمون يعني كوميسيون كي فاس ديباشي تحكم لي دوكيومون لا سينياليزاسيون القياسات اللي لازم ديروها. دونك هذيك المعلومات الاوليه اللي جبناها من التيران في اللحظه في يعني في الساعه الاولى من الحادث ما عطات لنا اي عطب مسجل. يعني كانت لا سينياليزاسيون مليحه، كانت السكه الحديديه الخطين كانت لاباس بها، ما صبناش يعني حاجه يعني السينياليزاسيون كانت اوبيراسيونال تمد للسائق يعني عادي يعني يدخل في دي في يعني ما كاش اشكال من هذا الجانب. ايه كانت لا سينياليزاسيون كيما كانت في النهار هذاك على حساب واش شافت لا كوميسيون دونكيت باللي كانت الي اوبيراسيونال. فما هو رأي الشاهد الأكبر على الحادثة؟ السيمافور ني با ايكيبي اوسكار لو كاري دونتري كان افيرتيسمون بس هذا ما كان هذا ما كان لي في لي غوي اي تي دي في مي بصح لو سينيال كان يبريزونتي افيرتيسمون. انا كان تناقض بين لو سينيال هذاك اللي كان واش كان سير بلاص. اعطيك صح البروبلام هذا على كل حال تكنيك وتاع السينيال بيرمون تاع السينيال ان افيرتيسمون في لا ريغلومونطاسيون تاعنا الضوء الاصفر اندار ما عمره ما كان يانونسي ان رابيل دو لانونتيسمون ما كانش في لا ريغلومونطاسيون. يعني هذه كارت هنا تاع لا فيتاس هنا اون بار با دو فيتاس دونك نهضروا على لا فيتاس. انا لي سينيو كيما بريزونطاهم هما اللي قالوا الميكانيسيان ديال لا فيتاس. حنا في السكه هذه اوني اوتوريزي ا سيركيلي ا 120 كيلومتر على 108 وكان 108 واش معناها في لاسبي بسيكولوجيك تاع لو كونديكتور. لو كونديكتور طبق التعليمات جا لقى افيرتيسمون واش دار نقص شويه اي هبط شويه لا فيتاس كي لحق لو سينيال دونتري زاد لقى افيرتيسمون كمل هو بولوي او راه سير فوا ديريكت لقى روحو داخل سير فوا دي فيه. دوك حين نتنقلو نشوفو اكزاكتومون وين اكزاكتومون. حاجه واحده اخرى ثاني باش نشوفو مع الاخوه لا فوا ديالك تشوفو فيها اون ديريكت بور لا فيزيبيليتي الرؤيه. مانيش نشوفها. عطيك الصحه. حنا كي داروا المشروع هذايا تاع الكهرباء تاع السيكا نساو باش كيفاش يديبلاسيو لي سينيو دو مانيير انا يبانو مغطيين يبانو مغطيين راك تشوف فيهم انت الا راك تشوف فيهم قول لي ماناش نشوفو في السينيال اكزاكتومون. ولو كان نزيدو ناخذو لي كونديسيون ايماجينا كا فيتاس كبيره يعني 100 يعني هنا على 120 هنا سي تي فراكسيون دو سكوند باش يرياجي لو ميكانيسيان. نزلنا إلى الميدان حتى نتحقق من سلامة الإشارات رفقة أهل الاختصاص بعدما أكد المدير العام أن الإشارات جديدة وتم تغييرها قبل قرابة العام من الحادثة. أنا الأخ نتحدث أحكي لنا وقتاش تم تغيير بالضبط هاد السيناليزاسيون اللي نشوفوها الآن. يعني أنا نأكد لك بلي مباشرة بعد الحادث المميت اللي وقع في على مستوى محطة حسين داي قامت الإدارة للأسف بعملية استعجالية لتصليح بعض الإشارات هنا على مستوى محطة بيلكور محطة أغا محطة الجزائر. كما نعطيك مثال هاد الإشارة هذه تاع إشارة الخروج من المستودع ما يخفلكش بلي القطار احنا نخرجوا الماشينة القاطرة تخرج من المستودع الجزائري بمفردها تروح حتى لمحطة أغا باش تربط مع القطار باش ياخذ القطار الانطلاق تاعو. هاد الإشارة نأكد لك بلي البارح اللي سقموا هذه ان شاء الله. مالوروزمون على كل حال قال المثل يقول لك همي بكي وهمي ضحك. احنا والله استغربنا شتا خيط من السماء ومساكن لي سيرفيس الكتريك معلقين في البوطوات يعاودوا في فانو يعني عاودوا الاشارات بعد الحادث عاودوا الضوء تاع الاشارات باسكو شوف في الضوء واش قلت لك مقبله كاين الضوء وكاين لي زونكلونشمون. حنا يهمونا بزاف لي زونكلونشمون ماشي غير الضو برك ميم كي تكون لاكاليتي تاع الضو شاعله والبانو ما يمشيش. طرف اخر مهم في التحقيق هو المكلف بتحويل السكه الحديديه والمعروف تقنيا بلقب ليغويور.
مالك رفض الظهور أمام الكاميرا، لكنه لم يمانع في الحديث معنا عبر الهاتف، وكانت له هو الآخر روايته حول الكارثة، والتي تحيل نحو احتمال تحميله مسؤولية ما في تغيير اتجاه سكة قطار الثنية لحظة الانحراف. هذا ما نجيبش نشهد شهادة حتى ما شفتهاش. هذه مفروغ منها، هذه يعني ضمنها. نحن نقول لخويا. ايه. دوك أنا هي وحي كانت البيرو تاعي في البوست تاعي السيكيتي تاعي. كيف البوست الأوتوماتيك هذا باش يكون فيها المكسي طاب باسي اللي مانيبيلي بريد. ايه أوتوماتيك. راك معايا. ايه. هذا اللي كومودي أوتوماتيك ما تمشي تتخلص. سي كوماج تاع لوجيسيال. ايه ايه ايه. تمشي تتخلص في لوجيسيال. وحطوا فينا. اكزاكتومون. ليكبيور تاع لوساندي عمرنا ما درنا لا بارول تاعو اون دوت. نعرفوه انسان اونسيان ورزين وما شاء الله. ياك. وعمرنا ما انكريميناه كحنا كسائقي قطار، عمرنا ما قلنا هذاك ليكبيور هو سبب وما داش ولا ما داش. لا لوان دو لا. إلا في سون ترافاي هو. حنا اون توجور انكريميني لي زانستالاسيون. دركا من الجانب البشري نعاود القول. إلا كاين بعض الناس اللي راهم يشكوا ولا يخمو ياك في تشكيك في القدرات تاع هذاك الميكانيسيان والشاف، راهم غالطين. ما شكوش فيه، معناتها شكو فينا كاع كيما رانا. معناتها من غدوه نحط لكم الكراطب وروحوا جيبوا لي فرونسي ولا لي زونغليس وقول لكم. منذ سنوات تم تدعيم الشبكه بقطارات جديده من اجل تطوير قطاع السكك الحديديه وتحسين ظروف المسافرين، فإلى أي مدى تحققت أهداف هذه السياسة؟ النقل بالسكك الحديدية هو يعني قطاع استراتيجي في كل الدول العالمية. السكك الحديدية عنده أهمية كبيرة، احنا ما نقدروش نخرج من القاعدة هذه. والسكك الحديدية اليوم في الجزائر نقدروا نقولوا ماهوش يلعب الدور تاعو يعني بطريقة المنتظرة منه لعدة عوامل. من ناحية العوامل الإمكانيات يعني ناقصة بزاف كثيرة، لأنه الإمكانيات الأولية هي القاطرات، الخطوط السكك الحديدية اللي كانت قديمة إلى غير ذلك. وهذا ماهوش من اليوم، هذا نتيجة سنين وسنين. احنا الدور تاعنا الأول الرسمي هو أولا النقل بالدرجة الأولى، والمهمة الثانية نقوم بعملية صيانة الشبكة الحالية. اليوم السكك الحديدية راهي تستغل إلى حد اليوم تستغل 3800 كيلومتر، يعني منشآت قاعدية يعني قديمة جدا، ورانا نقوموا بالصيانة تاعها. وفي السنين هذه بدينا نحسوا بلي أن مشاريع راهي تمشي، القطارات تاعنا قطارات آمنة، ولا بروف الماتريال العتاد هذا التقني اللي جبناه اليوم راهو عتاد من نوع الرفيع، يعني الدول الاوروبيه ما عندهاش العتاد هذا. لا شوف الاخ، حنا المركب الاوتوماتيكي هذا اللي ينطلق منا من هذه النقطه الكيلومتريه رقم 3 الى غايه محطه ثنيه شرقا ومحطه العفرون غربا، يعني هذا المركب الاوتوماتيكي اللي اشرف عليه المجمع النمساوي انذاك من دوله النمسا في سنه 1985، يعني حنايا كسائقي القطارات رانا ناكدوا وعندنا الادله الدامغه للانهيارات والاختلالات الخطيرة اللي توقع من حين إلى آخر في المنظومة الأوتوماتيكية للإشارات، اللي يهدد مباشرة السلامة الأمنية والبدنية تاع سائق القطار والمسافرين والعتاد على حد سواء. لا كارت مير اللي تمشي هذاك كاع لي زانستالاسيون دخلت في لابري ايستوار. بعثوا للجيوا لي زوتريشيان قالوا لهم يا ودي لي صنع حمات. أمور خطيرة يعني. هذا والله يعني قلت لك شهاده لله، الهضره اللي راهي تمشي برا. قالوا لهم اللي صنع هذا لاكارت مير مات ومات معاه لاكارت مير. وفي نفس الوقت نشاهدوا قطارات حديثه. لا قطارات حديثه، بارك الله فيك. شوف يا اخ، كاع البلدان اللي كسبت هذا القطار بهذه الصفه تاع هذا القطار، احنا كنا نتمناو. نهضر على نفسي انا باسكو عشت الحدث من نهار اللي جاوا القطارات هذو، فرحنا كاع. باسكو حنا واش كنا نقولوا باللي والله العظيم رانا رايحين نريحوا اون فان كارير. فينا المستغفر الله العظيم رجعت لنا نقمه. وحتى نتاكد مما سبق تسللنا الى احد القطارات ورافقنا السائق في رحله مماثله ك
كالتي قطعها القطار 33 وانحرف عن مساره وهو في طريقه إلى ثنية. هذا يوم المفروض يكون يوم الحادث يكون ضوئاني أصفراني على خط أفقي باش ينبهوا منا السائق بلي هو داخل شي فوادي في محطة كما تمليها النصوص يعني اكزاكتو فوق البوان الاخضر كان لازم يكونوا لي دور هذوك الزوج هذوك الزوج هذا في ليسباس تاعهم كاين اوكي باش من هنايا هو يوجد فيها حتى السينيال دونتاري اللي ما يروحش يبان منها على جالا كاتينا راك تشوف على المباشر ماهوش يبان انا نشوفو ضوء اصفر دوكا ضوء اصفر هذا اللي يندور السائق باش يحبس في اشاره الخروج تاع حسين داي يوم الحادث المفروض يكون ضوء اصفر زائد ضوء اني اصفراني واحد اخرين على خط عمودي نتساءل عادة ونحن على متن القطار لماذا يقوم السائق بتخفيض سرعته في مقاطع معينة بينما يزيد من وتيرتها على مقاطع أخرى وهي حالة عادة أيضاً تتسبب في وصول القطارات متأخرة عن موعدها المعلن عبر شاشات المحطات. أنا أشوفه فيها أدرتس ممكن تحت هذا من المستحيل. من المستحيل هذه تصير. أكشوف فيها زوميلا عندها تحت ورا ويبدأ حاجة صفرات بان. ماشي يكون شعر. زوميلا. لازم كاين حاجة. كاين حاجة. هم كاين. ماني نشوف مكان ولو. ودوك السرعة 30. إيه. علاش رايح شعلة من مكان ولو؟ خلل في المنظومه تاع الاشارات يعني هنا رانا نشوفوا باللي هوني والله شفنا بلي كاين بروبليم تاع سينيو يعني بالعربيه ما كاش تنسيق اون فرونسي با كورديناسيون انتري سينيو ما كاش تنسيق بين الاشارات بين الاشارات نورمالمون ما كاش منها والسرعه القصوى تاع القطارات هذوما كونسيني مع عند الكونستركتور سون باكتور وي ما بيحب يعفس كلش ما يقدرش يدير باسي سون فهمتك ما قريك هو القابلية تاع 180 شوف ايه 180 وي انا في محطة الدخول اشارة الدخول تاع محطة الحراج وراهي طافية يعني هنا كي يشوفوا المسافرين يقول لك القطار يتأخر والشوفر ماهوش يجري الوغ كو نو هنا نشاهدوا بلي سي با لا فوت تاع الكونديكتور فوالا يوبليجي يمشي 30 كيلومتر على الور يقدر يقاطع يقدر يكون سينيال اونديرونجمون كيما ما كاينش فينا في محطه الخروج نو بصح لو كان نخرج لو افيرتيسمون كان قادر يجري عادي ليسونسيال قبل لو بروشان سينيال يحبس وي لازم يحبس وهنا ما عنده لا فيزيبيليتي ما يقدرش يديباسي 30 باسكو يقدر يكون انت في لاكو بليها رايح اون بان اون دي دواز ديموندي سوكور ماشي لا ويقوم به دوك السائق حاجه قانونيه ولكن تاثر على السيرو التجاري تاع القطار اكيد وضيع دقائق حسب شحال كاين من اشاره معطله من الثنيه وكل 1200 متر كاين اشاره وكاين 50 كيلومتر من الثنيه دوك نوريك حاجه عجيبه لهنايا كاين عندنا اللون برونشمون يدخل الكازينا عندنا دي فاغون بلانس حقهم باش نخدموا لي تران كونتينر السكان الفضاويين بناو في الرايه هنايا هنا دوك نفتح لي فيلمي منها ف... يعني هنا انا نشوفوا باللي كاين سكن فوضوي على المباشر كاش حال المتر فوالا فوالا سيد راح يقطع عادي عادي وزيد يقول لك صح عادي شوف هنا لون برونشمون سينيال فيرمي هاو سينيال واحد اخر مغلق ثاني دونك لازم يكومينيكي مع لي غويا باسكو هذا تاع الدخله ما تقدرش تدخل وحدك كيما هذاك هذا راه فريسكا وفوق السكه انا نشوفه او في السكه انا في العجب العوجب هذا ما عليك يعني هنا نشاهدوا مباشره بلي السكه مغلقه بسبب السكن فوضوي امام هاد الاشارات تعطل على الراحه تاعو اللي راهي في ثنيه
راح يلحق اوردر متوخر ما من انطلاق ممكن راح يولي متاخر تما سياق القطار ما يحبط ما حاجه ما يدير لي بيزوان ما تاعو ما يشرب الماء ما يصلي الظهر ما والو يعني يلحق يعاود يولي ملاه يعاود يحبط ديرو. نعطيك مثال قرصو رغايه سي تان باركور للقطار في لا مارش تاعو يديرو في 12 دقيقه نعمه. بعض المسافرين كان يحكموا الكار مساكن من قرص للرغاية يديروا قريب ساعة في الكار ترى يدير 12 دقيقة هذا الورق دركا رانا نديروا 30 دقيقة. السبب؟ السبب البال ما يمشيش نمشوا 30 طالور من قرص حتى للرغاية. شوف 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 الناس كيفاش عم واصل عليك صوني الناس اللي تقطعوا القطار راهو شوف بعينك ماشي هذا تقيسو هذا يحقق الخطا وهنا السائق لو كان يصرح هذا فعلا لا قدر الله هو يتحمل المسؤوليه للاسف ويكون متهم بقتل الخطا. والله عندنا حوالي الاحصائيات الرسميه اللي نعطيهم لك حنايا 2014 حوالي 67 أرت يعني حالة دهس تسمى توفاونا 67 جزائري توفى في خطوط سكك حديدية قاسهم القطار يعني باش الرأي العام تاعنا ونوجهوا ثاني ميساج السلطات العمومية بأخذ هذه القضية على عجالة من الأمر لأن بموجب القانون 935 لا خاصة المادة 32 لا سيما الفقرة الخامسة منها والتي تنص صراحة بصح العبارة على أنه لا يجوز لأي شخص أو مركبة تجوال أو توقف داخل خطوط سكك الحديدية بدون تصريح من عند السلطات السككية وهذا ثاني يخالف المادة 288 من قانون العقوبات اللي تكيف وتشرح ماهية جنحة القتل الخطأ يعني سياق القطار ويسوق في ظروف نظامية تاعو راعي تاع الغنم ولا إنسان في بعض الأحيان المخمورين بعض في بعض الحالات حالة انتحار من ضغط المشاكل الاجتماعية يعني يتقدم السائق وتتكيف القضية على مستوى المحاكم المختصة إقليميا على أساس جنحة القتل الخطأ. هنا نشاهد بلي كان يعني رغم أن القطار يعني حديث ومجهز باخر تكنولوجيا الحديثه ولكن انا نقراو يعني ابسونس دي ريزو جي اس ام ار هو الريزو هذا باش يكون اتصال بين سائق القطار مع ليغويور نورمالمون يستعمل يعني هذا الكومبيني اللي نشوفوه هنايا ولكن للاسف يعني مازال ما التقنيه ما دخلتش حيز التنفيذ راهو يستعمل هاتف نقال عادي يعني للاتصال بليغويور وتقدر تخيل ربما يطيح في منطقه وين ما كانش ريزو يقدر يطيح في مشكل رغم ان هذا يمشي يعني عبر الساتل. لو جي اس ام ار سي ان راديو كي تيكيبي في البيبيتر تاع البوست دو كوندويت على اليسار زاد ميت الى يومنا هذا مازال ما شفناش نسمعوا به نشوفوا قدامنا نشوفوا الكومبيني ماشي هو شوفوا الكومبيني نسمعوا به صافي 6 سنين وحنا سوقوا في هذه القطارات الى يومنا هذا يعني والله 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 متاسف لو كان نحكي لك هذه باش ندخلوا اون كونتاكت جبنا لي بورتابل الحمد لله بعد جهد كبير عطاونا لي بورتابل باش ندخلوا اون كونتاكت مع لي زيكويير مي باش نتفاهموا لا فيابيليتي ما كانش نقول لكم عليه ما فلافي سي تان ريزو كي هو كي البورتابل يقدر تلحق عند محطه ما كانش الريزو وصرات مي لو جي اس ام ار سي تان ريزو ساتيليت يطيحوا الحجر من السما يقعد يمشي هو موش يمشي يعني هنا باش نوجه نداء للسلطات وبعض المسؤولين يا ناس خذوا بعين الاعتبار هذه الهضره واش نهضروا اليوم خذوا بعين الاعتبار نتجنبوا الكوارث يعني في يوم 5 نوفمبر في حسين داي لو كان هادو كانوا يمشوا بالطبع كان ممكن تفادوا بالطبع يكون عندك كان كونتاكت بيرمانون مع ليغويير بالطبع الاشارات ما مشاتش يتكلم معك يقول لك ميكانيسيان دو تران 33 ميكانيسيان دو تران 33 راك راح تستقبل سو نيفو دي في راك ديجا علمتني صح
هنا رانا نشاهدوا يعني الاشاره راهي شاعله والضوء اخضر، ولكن صعوبه باش السائق يشاهد. رانا في نفس المكان تاع السائق، راهو ضوء اخضر ولكن راهي مجينيه بلاكات هنا ومازال ما تغيرش الضوء للاسف. يعني فما بالو كتكون بسرعه صعب تشاهد. انا نشوف الضوء اخضر ابان، يعني ابان راهو يظهر. هذا مازال ما داولوش اللاد، يعني عكس واش كنا في محطه اللي شفنا اغاوي، شفنا اللاد اللومب كاليتي مليحه، ولكن هنا للاسف مازال ما لحقناش. وبدا غول الذي نزل ضيفا على منتدى الشروق نهاية الأسبوع غاضبا مما سماه التهويل والتسويق بشكل غريب وعجيب للحوادث، وقال إنه ليس ضد النقد البناء ولكنه ضد التهويل الذي يسيء لسمعة الجزائر، مثل ما حدث في العشرية السوداء عندما كان الجزائري يعامل على أنه إرهابي على حد تعبيره، قبل أن يقدم أرقاما كدليل على انخفاض الحوادث في مختلف وسائل النقل عكس ما يروج له. كاين اموال ضخمه على حسب ما نتبعوا في المشاريع في البرنامج تاع رئيس الجمهوريه، البرنامج الاول البرنامج الثاني لتطوير السكك الحديديه، ومشاريع ضخمه واموال ضخمه. لو كان الاموال هذيك يعطوها لدول متخلفه تخرج من الازمه. احنا حتى الان مازال ما شفناش باللي رحنا رانا خارجين من النفق، القطار يسير في النفق ونحن باقون داخل النفق، لم نخرج بعد من هذا النفق. احنا نوجهوا نداء مباشر وراه لو تران ال جي في لا لينا غرون فيتاس اللي لازم تكون في 2009، وراه مجموعه تاع القطارات اللي لازم نحصلوا عليها 30 قاطره مازال، وراه لا روكاد اس او اس دوبل فوا سين الكتريفي. عندنا 127 مليار دينار جزائري سخرت هنا الدوله الجزائريه باش نحسنوا الخدمات عبر الخطوط، وفي هاد 127 نقدر نذكر باللي 30 قاطره راهي جايتنا، قطع الغيار لاعاده كل لا فلوت اون فوالا لا ريبروندر في لي لوكوموتيف راهم يديدوانياو، اون ا كوموندي 17 اوتوراي الكتريك ديزل الكتريك باش نباشروا في لي غروند فيل الجي اورو عنابه كونستانتين بشار نغطوهم بقاطرات من هذا النوع من النوع الرفيع. عندنا 200 دو فواتور في بالعباس راهم يعاودوا فيهم يعاودوا تهيئتهم المشروع راهو انطلق راهو رانا بدينا نهيئوا فيهم. يعني كاين عده امور يندار، لكن الثمره ما نشوفوهاش اليوم. الثمره اون سي دون رونديفو 2017 اون في اون 2014 اون فيان دو لونسي لي برسك 127 مليار دو دينار انغاجي اون ا كوموندي دو ماتيريال. في العامين هادو نجيبوا الماتيريال نركريتيو ناس نفورميو ناس نحلوا لي زيكول نربيهم على كومون كونسيديري لو فواياجور اي لو كليون. ان شاء الله من على عامين يكون عندنا قدرات بشريه لا باس بها فورمي، باسكو لا تكنولوجي راح نجيبوها لي شيمينو تاع اليوم ماهمش عندهم سي دي الكترونيك سي كيك شوز دو نيفو، لازم نجيبو ناس جدد خارجين من الجامعه الجزائريه هما اللي قادرين يحملوا اللواء في المستقبل ان شاء الله. برغم مجهودات الوصاية لمحو تراكمات السنوات السلبية الطويلة في السكك الحديدية، وبرغم أن القضاء لم يقل كلمته بعد، لكن شهادات من هذا القبيل من المؤكد أن تقلب المعطيات الأولية التي أنزلها المسؤولون الإداريون والسياسيون في الإعلام رأسا على عقب. وقد يكون كبش الفداء هذه المرة حوتا كبيرا لا حوتا صغيرا. كل واحد يخدم خدمته، لو كان كل واحد يخدم خدمته ما راناش واش صرا هذايا، هادو كاع الكيميل تاع الاخر نيجليجونس تاع لي سيرفيس الاخرين اللي راهو خلانا هذايا، سينو ما كاش نسيدو هذه. الدوله جابت ماتريال الله يبارك. نورمالمون كي جابت الماتريال توجد له لاسيات تاعو. مور لاسيات عندك لا سينياليزاسيون. عزيزونا مبريكولاج هذا. باسكو حنا رانا اون تيت وحنا رانا نقاسي.